فريد، ليلى ومحمود هم فلسطينيون. كل شهر يتسلم كل منهم فاتورة من شركة توزيع الكهرباء. ليلى كمعظم الفلسطينيين هي مستهلك مسؤول وتدفع مقابل الكهرباء التي تستهلكها عائلتها. محمود يدفع فواتيره أيضا، وكرجل أعمال هو يعمل حاليا على إنشاء شركة صغيرة لإنتاج الطاقة الشمسية. أما فريد فلا يدفع فواتيره. لنرى ما هي نتائج اختياراتهم المختلفة. عند دفع ليلى ومحمود لفواتيرهم تذهب النقود لمقدمي الخدمات الكهربائية، وبهذه النقود يشتري مقدمو الخدمات المحليين الكهرباء من الموردين، يدفعون رواتب العمال ويحافظون على البنية التحتية المحلية ويحسنونها. هذا يساعد على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن السكان الفلسطينيين. من ناحية أخرى، يترتب على عدم دفع فريد للكهرباء التي يستهلكها هو وعائلته مال أقل لمقدمي الخدمة من أجل ممارسة عملهم. لاستمرارية توفير الإنارة تضطر السلطة الفلسطينية لاستخدام أموال مخصصة في الأصل لقطاعات أخرى، مما يؤدي إلى خفض ميزانية الخدمات العامة. عدم الدفع يؤثر أيضا على رجال الأعمال مثل محمود بشكل مباشر، فلن يتبقى لموزعي الكهرباء أي فائض مالي لشراء الطاقة المتجددة التي ينتجها محمود، وبالتالي يضطر لإغلاق عمله. اليوم أصبح الطلب على الكهرباء في الأراضي الفلسطينية أكبر من العرض المتاح. تبين دراسة حديثة للبنك الدولي أن الخطوة الأولى لسد الفجوة بين الطلب والعرض هي ضمان جدية المستهلك في تسديد فواتير الكهرباء لمقدم الخدمة، والخطوة الثانية هي أن يقوم مقدمو الخدمات بتحسين عملهم من أجل خفض التكاليف وضمان الدفع في الوقت المناسب للموردين. تمثل حالياً واردات الكهرباء من إسرائيل حوالي 99% من إجمالي إمدادات الكهرباء في الضفة الغربية و 60% في قطاع غزة. ستساعد الدفعات الفعالة على خلق قطاع مستدام وصحي مالياً للطاقة في الضفة الغربية وغزة، وسيتيح ذلك تنويع مصادر الطاقة، وسيجذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص مثل محمود. من خلال دفع فواتيرهم سيتمكن الفلسطينيون من لعب دور فعال في توفير كهرباء نظيفة وموثوقة وذات تكلفة أقل لمستقبل أطفالهم.